كنحسوا لحد صراحة الله كتجي شارع مكسيك كتهود هكذا عاد كدوز، هادشي المسؤولين خصهم يقوموا بالدور ديالهم. صراحة هي هادي، هادشي ماشي معقول. طنجة ماشي هي هادشي اللي كنا كنعرفوا فيها زعما، حتى واحد ما كيعمل. كيفاش ولات طنجة؟ طنجة غزالة، ولكن ما كاينش اللي يعني كيزيد يصلحها، كتزيد تدهور نهار على نهار. الظاهرة ديالك؟ الظاهرة هادي يعني الانسان كيخرج يعني ما كيستغلش غير المطاع ديالو، كيزيد هايدة اي حاجة في الحوايج ولا في الصبابط ولا في اي حاجة في اي مجال. هادشي زعما صراحة تظلم هاد الحملة. لا لا ضد مع هاد الحملة، والمسؤولين هما اللي خصهم يقوموا بالدور ديالهم. صراحة هي هادي المحاربة ديال هاد بزاف، هادشي سكت على كلشي بزاف بزاف والله. زعما ما لا حول ولا قوة الا بالله، طنجة ماشي هي هادي اللي كنا كنعرفوا صراحة الله. شنو الرسالة ديالك؟ الرسالة ديالي يعني المسؤولين يقوموا بالدور ديالهم، يعني أي حاجة شافوها ماشي هي هادي كيعملوها. غير دابا عادك يعني الطبلة الأولى والطبلة الثانية والطبلة الثالثة في شارع مكسيك، وعاد كتهود على يعني على الرصيف مقطع الطوموبيلات، عاد كتقوز ماشي حق يعني. مستغلين أرصفة يعني مستغلين، احنا ما بقاش عندنا الحق، وقيلا خصنا شي طيارة نبقاو ندوزو منا على الله وعسى. هادشي اللي كاين، وكنتمنى من المسؤولين يقوموا بالدور ديالهم. طنجة غزالة وخلقنا وتربينا فيها وكبرنا فيها، زعما الصراحة يزيدوا نقدم ماشي اللور، فهمتي؟ الإنسان يزيد يتقدم يعمل شي حاجة اللي مزيونة، ماشي مسامحين في هادي وفي هادي وفي هادي، زعما لا حول ولا قوة إلا بالله. وهادشي اللي كاين. شكرا. أنا مع الحملة موقع التواصل الاجتماعي اللي جات ضد هاد استغلال الملك العمومي اللي كتشنوا مثلا السلطات المحلية على جميع التراب الوطني وجميع وخاصة مدينة طنجة. صراحة دابا بالنسبة لي أنا كمواطن مثلا في مدينة طنجة، كنناشد مثلا السلطات بعض الأحيان مثلا استغلال المقاهي المطاعم بعض في الأسواق، مثلا كتكون العربادة مثلا كيتخلط الحبل بالنابل، مثلا تجار المخدرات مع الدعارة مع فهمتي اللي كتوسخ المجتمع المغربي. وصراحة كنتمنوا زعما من السلطات تلقى لهم زعما شي حل، زعما يكون واحد السوق نموذجي، يكون مثلا واحد الحاجة اللي مثلا ترقى بهذه المدينة نحو الأفضل. وبما أن مثلا المغرب دائما كيطمح للحاجة اللي هي مثلا تكون وظيفية وتكون ديمقراطية، فمثلا كنتمنوا زعما يتجهوا في واحد المنحى اخر، والناس مثلا يسمعوا الاهات ديالهم ويسمعوا مثلا شنو يبغاو، ويعملوا لهم واحد مثلا واحد اسواق نموذجيه، كل جهه على حده وكل مقاطعه على حده، باش نتفاداو صراحه. وشي مره كتدخل بعض الاسواق او لا كدوز على بعض المقاهي وبعض المطاعم وكتجبر استغلال المفرط. ما عرفتش هنايا واش السلطات المحليه كتساهل مثلا كتساهل مع هادشي هذا. ما صراحه الى حد الان انا بيدي مثلا ما كنبغيش مثلا كيكون الانسان الفرد ماشي هو ومراته والاولاد ديالو، ما كاينش واحد الرصيف فين تمشي، ما كيجعلك الا تعود للشارع، وهذا راه صراحه راه صعيب. شكون سيغر الميك العام؟ في الحقيقه هذه عمليه في صالح المواطنين، والمسألة في الحقيقة هذا الاستغلال الملك العمومي لا ينبغي أن يكون، ما كيضايق الناس. وهذا استغلال الملك العمومي، استغلال الناس للملك العمومي هذا كيضيق الخناق على الناس. الشارع العام أو الشارع العام، وفي الحقيقة هذه يعني محاربة هذه الدائرة هي في الحقيقة مزيانة وجميلة ونتمنها. إذا ما هذه الحملة؟ نعم نحن مع هذه الحملة إن شاء الله، حتى هي عندها مسؤولية. السلطة ينبغي أن تتحرك وأن تحارب هذه الظواهر. احنا مع الحملة أخويا، هادشي اللهم هذا منكر، هادشي راه بزاف فهمتي، هادشي راه ما كيجبروا ولادنا فين يمشيوا، ما الأرصفة كلشي محتلة كلشي، خص السلطة تقوم بالواجب ديالها. هذا الواجب، حنا مع الحملة. الظاهرة خص السلطة تتحرك وتقوم بالواجب ديالها وتحرر الملك العمومي. راه بنادم ما كيجبر فين يمشي في الشارع، مشي يدور فين ما دورتي عاد جبر الملك العمومي محتل، لا في الأسواق لا في أي حاجة، فين ما مشيتي عاد جبر الملك العمومي محتل. وحنا فابورنا هذه الحملة اللي كتقوم بها السلطات دابا. حنا مع الحملة. الظاهرة السبب الظاهرة هي السلطات ما كتقومش بالواجب ديالها، كتنسى هادشي شويش، ما كانت السلطات يوميا وهذاك يكون واحد شويش. دابا راه بدا كيتحرك الملك العمومي، وكنتمنى الظاهرة تعمم في طنجة كاملة. مزيانة
اول حاجه هذه الحمله هذه اللي عملوا مزيانه انا معاها ماشي ضدها، حيت كاين الناس بزاف سينا كتشوف الناس الحوامل الناس اللي ناس كبارين الناس كذا كتجبر سينا قهوه ولا ساندويش سناك ولا شي حاجه كتجبر خارج على الطريق فهمتي، ما كتجبروش يعني عامل يعني واحد الواجب حدا الباب ديالو كتجبرو خارج على الطريق كدوز مرا حامله كيدوز راجل كبير العون صغار المدرسه فهمتي، يعني ما كتجبرش كيفاش تعمل هاد الحمله هادي راه عملوا هاد الحمله اللي عملوا اصلا مزيانه 100% فهمتي، وكنتمنى من السلطه تتحرك فهمتي ام كويات ام الطائرات ديال الصغار المجموعه كنشوف انا اصلا دابا ماشي مزيانه فهمتي، انا ما صالحت حتى شي واحد فينا كاملين فهمتي. شنو السبب وراء الطائرات؟ السبب هادي هما قويات فهمتي، كلشي ناعس قويات ناعسين تينا كتشوف راه قايد بيدو كيشوف ديك الشيء هذاك فهمتي، يعني تينا عارف شنو كاين يعني انا هاد الحمله هادي الاستغلال الملك العمومي كنشوفها ظاهره، يعني اللي خلص الانسان في الباساجي ديالو اللي يقدر مثلا يدوز فيه فحال الاخت ديالو فحال يما فحال مرا حمله فحال اي مواطن غيخرج مثلا في الباساجي العمومي كيجبر مثلا طباني كيجبر مثلا بلايك مثلا اللي هما مثلا في الملك الخاص بعض الناس اللي عندهم كوميرس ديالهم، يعني كيخترقوا ديك القوانين هذوك بحال مؤخرا هنا كان وقع لي واحد الحادثه شخصيا، واحد الدروغوري عنده الدروغوري وعامل واحد الباساجي كيعمل فيه السلسله، هذيك السلسله فيها كيربط فيها داك الشيء داك الماتريال ديالو داك الشيء، ما شفتي انا داك الملك داك الحجار اللي عامل تما وداك الشيء اللي عاملوا فيه السلسله وضربوا سرجني ضربت رجلي جبرت راسي انا خاسر، انا ماشي كنتكلف على راسي انا خاسر، انا صحتي واحد 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 النهار ونص طلبت شهاده طبيه من عند الخدمه فهمتي، يعني واحد العرقله بزاف الظاهره هادي كاينه استغلال ذات الشهاده فهمتي كيفاش، والامور يعني فهمتي ما كرهناش نشوفوا السلطات تتحرك ان شاء الله في هذه الشهاده، وما كرهناش يخرج السلطات اللي عنده شي ملك ديالو يحترموا والملك الغير يحترم، هادشي اللي كاين. الحمله هادي وكنطلبوا من السلطات المحليه تزيد تقوم بالواجب ديالها وتحارب هاد الظاهره هادي، الظاهره دارها فيروس صعيب وصعيب بزاف، مثلا بحال دابا نقول لك انا السوق بن ديبان حال ورده، السوق عندنا سوق نموذجي في مستوى التطلبات ديال الساكنه ديال المنطقه، ولكن كاين واحد الظاهره مثلا جديده خرجت دابا، اخر عنده الدار ديالو كيخرج فيه المحل كيخرج 10 المتر ولا 8 المتر على المحل، ملي كتجي تقول له الله يا صديقي العزيز شنو هذا الشيء هذا، كيقول لك لا انا عندي المحل ديالي، فعلا عندك المحل ديالك ولكن خصك تراعي المواطنين، راه كاين الناس مثلا فهمتي كيمشيو للمدارس كاين الناس مراتين كاين بزاف المسائل، ولهذا كنطلبوا حنايا من السلطات مقاطعة الدائرة 20 راه قايمة بالواجب وكخصها تزيد فوق الواجب ديالها بصفة عامة فهمتي، القيادة بصفة عامة كخصهم يزيدوا يقوموا بالواجب ديالهم، وكنشكروهم على المجهودات الجبارة اللي كيديروا وكنطلبوا من الله سبحانه عز وجل يزيدوا يكملوا في المسيرة ديالهم وشكرا. الظاهرة ديال الملك العموم كاين اللي كيسمعهاش من هذيك الظاهرة هذيك، كاين اللي كيسمعهاش من هذيك البلاصة هذيك، ولكن ما سويش عاوتاني تسالو كان واحد اخر دابا مرة كبيرة مسكينة بغيت تطلع فوق الراسي باش تقطع، سينا محرمة عليها جات طونوبيل حتى باك، كيف ما سبغين واحد اخر بغينا لنفسك، سينا كتسمعهاش من هذيك الشيء الله يجيب لك السالة وتسيسة، وإنما عمل واحد فهمت عطي واحد ديسباس من هنا بنادم يدوز اللي هذا الشغلال هذا بحال مثلا اللي كيف مثلا اللي عندهم اللي عنده اللي كيعمل ديك بائع متجول كيخصو يبيع عند ديك البلاصه بحال هذيك اللي هما ملك عموم اللي الدوله عملات هما تدوز الدوله وديالهم بجوج، اما تحكرهم شي ما تديلهم شي ديالهم وتنصحهم يبعدوا من ديك الطريقه هذيك، هذا هو الجواب ديالي وخصهم شي حل، يعطيهم مثلا يعطيهم استفاده في شي اسواق اخرى فين 27 الناس على راسها وتخلي هذيك عاوتاني الراسه في بنادم منين يدوز.